بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم سيشن 2 لكتشر 1 من المادة الفارما. راح نكمل بعدنا موضوع الفارماكوكينيتكس. تشمل عمليتين اللي هي الميتابوليزم and الاكسكريشن. طبعا هنا عندنا الليري الأوبجكتف ايضا راح تكون 3 just 3. هنا راح ناخذ information to know. Drugs are not part of the normal human body. نسميه إكسينوبيوتيك. إكسينوبيوتيك معناتها شنو؟ معناتها هي المادة الكيميائية التي لا توجد بشكل normal في الجسم الإنسان. والدراج أيضا هو ما يتكون بشكل normal بشكل طبيعي داخل البودي مات الهيومن، لذلك نسميها إكسينوبيوتيك. طبعا هاي إجت بالكويزات اليومية. They are usually considered potentially toxic. طبعا يجي لي هنا الدراكس يبقى بالجسم يبقى يصير توكسيك، يعني فبما انه هو دخل الجسم عن طريق الابزوربشن والديستريبيوشن لازم يطلع من الجسم عن طريق الميتابوليزم مع او بدون او انه يصير ويا عملية الميتابوليزم ويا الاكسكريشن سوا، انه هو لازم يطلع من الجسم، يعني اذا بقى راح يصير توكسيك. طبعا الميتابوليزم عند الاكسكريشن، الميتابوليزم الهدف من عنده ومن هذا الشرح كله انه الهدف من الميتابوليزم هو التحويل من مادة تكون ليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل حتى يسهل عملية الاكسكريشن لها. الميتابوليزم از ان ايزنتال فارماكوكينيتكس. طبعا هي عملية مطلوبة قلنا مثل ما قلنا نحول المادة ليبيد سوليبل، لان اذا ما تبقى ليبيد سوليبل لا يمكن انه تطلع من الجسم، فلازم نحولها ووتر سوليبل حتى يسهل remove from the body. زين metabolism is largely، طبعا هي الميتابوليزم احنا من درسنا اول ما دخلنا الطب سمعنا ان هي غالبا اغلب المواد يصير لها اي ضمانه الميتابوليزم راح يكون بالليفر، لكن مو دائما انه حتكون بالليفر، اكو ايضا راح تكون بالجات وول بالجات فلورا الكيدني اللانج سكين اند ايفن حتى بالبلازما مات البلاد. بعد during metabolism طبعا هنا يقدر يحول الشحنة من من تكون مثل ما قلنا ليبيد سوليبل نكون يعني من المادة الغير مشحونة نحولها إلى مادة عضوية اللي هي ووتر سوليبل أيونيك، عفوا مادة أيونية ووتر سوليبل حتى يسهل يعني خروجها من الجسم. بعد شنو عندنا هنا؟ يقلش عملية الميتابوليزم راح تشمل لي مرحلتين اللي هي الفيز 1 والفيز 2. الفيز 1 يتضمن عمليتين راح يصير بيه عملية الاوكسيديشن والريدكشن، والفيز 2 راح يضمن ايضا الكوجنيشن اللي هي الاقتران والهايدروليسيس التفاعل. الفيز بيها مرحلة يعني بيها تفاعلين، اقتران وتفاعل التحلل. بعد شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا الميتابوليزم الفيز 1. الفيز 1 راح تتم عملية طبعا الفيز 1 راح تتم عملية عن طريق انزيمات اسمها سايتوكروم بي 450. هذا كلش مهم واحد يفتهمه من هسه لان راح ناخذها كلش هواي عندنا. المهم عندنا هذا سايتوكروم بي 450 هي هاي عائلة انزيمية، مو فقط انزيم واحد، يعني ما يقارب يعني توصل على 50 انزيم موجودة بالليفر. وين موجودة بالضبط؟ على الاكسترنال فيس اوف اندوبلازميك ريتيكوليوم ان هيباتوسايت، يعني توجد على شبكية الاندوبلازميك في خلايا الكبد. This enzyme is biotransfer drug which are then either immediately. هذا بفعل هاي الانزيمات اقدر اسوي elimination، يعني نتخلص من الدراجات بشكل مباشر. اكو دراجات يعني يصير لها عملية elimination عند الميتابوليزم وتخلص تطلع من الجسم، لكن هنا لا، اكو دراجات تحتاج لها المزيد من الميتابوليزم تتحول الى الفيس 2 الى انزيمات الموجودة بالفيز 2 of the metabolism. طبعا هذا ضروري احنا ان اكثر شي ناخذ على الفيز 1 شارحين في هاي اللكتشر. بعد شنو عندنا؟ يقول لي شنو العوامل اللي تؤثر على الميتابوليزم. شنو العوامل اللي راح تأثر عليه؟ ايضا عوامل مهم تعرفونها اللي هي الجندر والايج والجينتك ستاتس والكارديك اوتبوت والديزيز ستيت. يعني إذا صار ديزيز بالليفر أيضا راح يأثر على الميتابوليزم. الكارديك أوتبوت في حالة مثلا في هارت فيلر راح يقل، أيضا راح يقل البلاد سبلاي للليفر وأيضا راح يأثر على الميتابوليزم.
ايضا اذا هو عنده مشكله جينيتك ستاتس، ممكن عنده مشكله وراثيه بانزيمات سيتوكروم بي 450، وهذا الانزيم يكون مسؤول عن ميتابوليزم لاكثر من 50% من الدراكس. اذا صار اكو فد ديفيشنسي بهذا الانزيم راح يؤدي الى انه يعني تصير حاله خطره سيريس. ليش راح تكون خطره؟ دانجرس، لان راح تكون 50% من الدراجات اللي هو راح ممكن راح ياخذهن يحتاج انه ياخذهن بحياته، ما راح يصير لها ميتابوليزم لان هو عنده ديفكت او عنده ديفيشنسي بالانزيم سيتوكروم بي 450 المسؤول على انه مثل ما قلنا ميتابوليزم ل 50% من الدراجات. ممكن انه اذا بقت الجسم ما صار لها ميتابوليزم تتحول الى توكسيك. بعد الايج، الانسان ممكن كل ما يتقدم بالعمر يصير عنده ليفر ديزيز. ايضا الجندر، زين انفجوال سيتوكروم بي 450 هنا شنو يقول لي؟ انزيمات السيتوكروم بي 450 طبعا هاي لها عوامل، اكو فد مواد تحفزها يعني مواد او دراجات راح تحفز هاي الانزيمات او تقللها تسوي لها انهبيتد اور انديوست. مثل ما نتحفزها اللي هي ريفمبسين، فينوباربيتون، الكاربامازيبين، طبعا هي ضروري تحفظوهن. وايضا انزيمات انه هاي شو تسوي لها؟ عفوا هاي تسوي لها اندكشن تحفزها. لكن اكو انزيمات مو دراجات لمن ياخذها ويا دراجات مطلوبة يسري لها ميتابوليزم عن طريق هاي الانزيمات سيتوكروم 450 تقلل نشاط هاي الانزيمات، مثل من يا دراجات سيماتيدين وصوديوم فالبوريت. طبعا هاي عندنا وايد انواع. هنا انا وصلنا لحد بعدنا باليارنج اوبجكتيف 1. زين الميتابوليزم شو الهدف من عنده؟ احنا قاعد ندرسه انه هو يحول لنا الماده من ليبيد سوليبل الى واتر سوليبل حتى يزيد على عمليه الالمينيشن. يعني الجزيئات اللي تكون ليبيد سوليبل من تدخل الميتابوليزم بالليفر يقلل الليبيد سوليبل بعدها تتحول واتر سوليبل. بعد باي الترنج بايولوجيكال، طبعا يقول لي ثلاثه تحويلات نشاطات بيولوجيه راح تصير بالليفر. يا من الدراج يتحول من اكتيف تو ان اكتيف، يعني دراج يدخل اكتيف انا احتاج انه اخليه يكون خامل فيتحول ان ان اكتيف، او يتحول دراج من اكتيف الى اكتيف. طبعا هذا الميتابوليزم ما راح يكون مستمر، وهذا يعني ايش قد ما يصير له ميتابوليزم هو يصير اكتيف يعني على ما يطلع من الجسم يراد فترة طويلة، او انه دراج هو واحد اول ما يتناوله ياخذه هو برو دراج ان اكتيف، هو دراج خامل يحتاج انه يمر بعملية الميتابوليزم حتى يتحول الى اكتيف. هنا انا وصلنا لحد السلايد ايضا بعدنا باللارنج اوبجكتيف واي وان عفوا سلايد 10. طبعا هنا عندي بالنسبة الى عملية الاكسكريشن، اكسكريشن هاي عملية تنفذ بشكل اساسي بالكدني. اوكي هنا انا شو ان بالكدني حسيت ثلاث مراحل، الباسيف جلوميلار فلتريشن و باسيف تيوبولار ري ابزوربشن واكتيف تيوبولار سكريشن، يعني بس التيوبولار سكريشن راح يكون اكتيف. هاي ثلاث مراحل راح تتم بها عملية الكدني. طبعا هنا مثل ما اكو انزيمات بالليفر ايضا اكو فني ترانسبورتر، نظام ترانسبورتر النواقل الخاصة موجودة بالكدني تعمل على نقل المواد. طبعا هنا اذا كانت حوامض فراح تنتقل عن طريق اورجانيك اينون ترانسبورتر سيستم، واذا كانت بيسز قواعد عضويه فراح تنتقل عن طريق ترانسبورتر اسمها الكاتون اللي هو والاينون. الكاتون القواعد والاينون راح يكون للحوامض اللي هذا شحنة موجبة عشان تسالب. زين رينال ترانسبورتر مثل ما قلنا اذا اخذنا احنا ناني تو دراج وكان دراج يتنافس ويا دراج اخر ممكن انه هو يزيد الانزيمات او يقللها. هنا شنو يقول؟ يقول اذا اخذنا تو دراج واثنيناتين يحتاج نفس الترانسبورتر، مثل البنسلين والبروبينسيد، اثنيناتين يتنافسن على نفس ترانسبورتر، فبهاي الحالة ايش راح يصير؟ فواحد راح يزيح مكان واحد، وواحد راح يزيد نسبته بالدراج، فماكو شي يتصل بيه بين يتصل بالترانسبورتر، فراح يزيد نسبته بالدراج مثل ما قلنا يزيد الليفل مالته وراح يتحول الى توكسيك، فراح يصير ديسبليسمنت.
زين شنو عوامل تؤثر على مثل ما قلنا من ساعد عوامل تؤثر على الميتابوليزم اللي هو الايج والجندر نفس الشيء هنا شنو العوامل تؤثر على عمليه الالمينيشن للسير الاكسكريتوري بالرينا بالكدني شنو راح يصير مثل ما قلنا العوامل بلاد فلو يعني الكدني والهارت والبرين طبعا هي من تتوين الفايتال اورجان يحتاج ان توصل لها بلاد سبلاي يكون ثابت كونست يعني يكون ثابت يعني يكون لا يقل ولا يزيد من الميلس يقل ممكن يصير فايلر ايضا بعد شو يأثر عليها بلازما بروتين بندنج اذا اكو بروتينات البلازما تتصل بها بندنج بحيث انه يتصل بها الدراجات يعني مثلا اذا عندها نقص هايبو يعني عندنا نقص بروتينات بلازما راح يزيد فري دراج مثل ما شرحناها الامس بالسلايد عفوا مثل ما شرحناها بالسيشن السابق المهم تيوبولار يورنال البي اتش مالت اليورناري ايضا رينال ديزيز تاثر عليه ايضا تاثر على الكلير اوف ذا دراج هاي ايضا مهم الواحد يعرف كل عمليه وشنو العوامل تؤثر عليها طبعا الدراج كليرنس الكليرنس يقيس الالمينيشن اللي يصير اساسا بواسطه الهيباتيك وايضا الرينال فقال لي التوتال كليرنس هنا يساوي الهيباتيك كليرنس زائد الرينال كليرنس طبعا هو الكليرنس يصير فقط عن طريق الهيباتيك والرينال لا ايضا يصير عن طريق اللانج السويت البيلاري مات الصفراء يصير ايضا بالسويتينج اللانج وايضا اذرز طبعا هنا نعرف انه شنو الكليرنس هو الفوليوم اوف ذا بلازما ذات كومليتلي كليرد اوف ذا دراج بير يونت تايم يقول لي هو حجم البلازما اللي راح يتنظف يصير لكلين بشكل كامل من الادراك لكل وحدة وقت فمين يقول هو 700 ملي على الدقيقة انه هو راح يصير 700 من حجم البلازما مليتر حجم البلازما راح يتنظف من الادراك الكلينس ايضا هو حجم ظهري حال الفوليوم ديستريبيوشن اللي ما يقدر يقيس شو قيس بالضبط هاي فريها كلينس هاي ما مهم هاي مثل example importance of the clearance determines زين احنا ليش راح ندرس الكلينس مثل ما قلت لك كل عملية راح ندرسها نعرف ليش راح ندرسها هنا نقول لي راح ندرس الكلينس it affects how long the drug stay in the body انه يأثر انه من انا درست الكلينس اريد اعرف انه ايش قد راح يبقى هذا الدراج بالجسم بعد انه هو شنو العوامل ها يقول لي هنا اي راح ياثر يعني ايش قد نعرف انه من خلال الكلينس انه ايش قد راح يبقى هذا الدراج بالبودي وايضا الكليرنس ويا الفوليوم ديستريبيوشن راح يستعملني بمعادله رياضيه يحدد لنا مستوى الدوز ايش قد مستوى الدوز المطلوبه حتى نحتاج الى ثيرابيتي كونسنتريشن طبعا الكليرنس يساوي 0.693 في الفوليوم ديستريبيوشن على تي هالف لايف اذا واحد يعرف الفوليوم ديستريبيوشن على الهالف لايف ايش قد الدراج فممكن يتحدد مقدار الكليرنس حتى نعرف ايش قد يحتاج الدوزنج ليفل حتى يوصل الى الثيرابيتيك الى المستوى العلاجي المطلوب ايضا ال فاكتور ذات افكت اليمينيشن و also افكت كلينس كل العوامل راح تاثر على الاليمينيشن اللي تشمل بي انت الهيباتيك والرينا راح تاثر على الكليرنس الاتش ار الهارت هو المضخه الرئيسيه طبعا اذا صار اي ديزيز بي ممكن تؤثر على بلاد فلو او بلاد سبلاي الى المين اورجان اوف ذا اليمينيشن اللي هو الرينا والهيباتيك بعد الرينال مثل ما تونا اخذناه والهيباتيك نفس الشيء تو اخذناه الدراج هيلف لايف الدراج هيلف لايف شنو هو تعال هو الهيلف لايف شو معناته هو الوقت تايم تيكن فور ذا اني بلازما كونسنتريشن تو فول باي هاف اوف اتس اورجان فاليو يعني يقول لي هو الوقت المطلوب اللي حتى ياخذ اي دراج الى يقل الى نصف القيمه الاصليه وطبعا هو بالفيرست اوردر بالنسبه للهاف لايف هسه ما نتابع الفيرست اوردر انت نعرف شنو هذا يعني مثلا واحد انطيت دراج الى 100 مليلتر 100 بعد 4 ساعات من هذا الدراج راح يقل الى 50 وبعد 4 ساعات يتقل الى 25 وبعد 4 ساعات وراها يتقل شكد الى 12.5 ساعه اوكي ونص هنا بهاي الحالة شنو هاي الأربع ساعات اللي جاي يقل بها الدراج إلى نصف القيمة هي تمثل لنا الهيلث لايف ووفقا إلى الهيلث لايف راح ندرس قسمنا إلى فيرست أوردر كانتكس وزيرو أوردر هاي سبعين ناخذ هاي
طبعا هنا يقول الهيلث لايف بالفيرست اوردر يكون كونستنت ثابت، بس نعرف ليش ثابت. It is important to determine، طبعا هو مهم جدا احنا ليش ندرس الهيلث لايف، حتى نعرف ايش قد نحتاج نطيب دوزك فريكوانسي، يعني هاي المية كم ساعة وتخلص على مود اكرر للدوز وانطي تابلت مثلا انطي حباية ثانية. مثلا بعد 12 ساعة راح تخلص مثلا الدوز الكاملة، يعني راح يخلص تركيز الدراك بعد 12 ساعة، يعني كل يوم بعد 12 ساعة يخلص تركيز الحباية الوحدة، فأنا أحتاج أنطي تابلت ثاني أيضا يعني باليوم 24 ساعة، وهاي كل 12 ساعة يخلص مفعول هاي الحباية، فأنا أحتاج أوصف الدراك باليوم إلى مرتين، يعني مثل يعني أنا أعرف من عندها من خلالها أعرف إيش قد راح أنطي للمريض دوزك فريكوانسي اعتمادا على الهيلث لايف مات الإدراك. يعني مثلا واحد من يروح طبيب يقول لك هاي اخذت 3 اوقات، هاي اخذها مرتين، هاي اخذها مره واحده، هاي اعتمادا على الهيلث لايف. ايضا انت كالكيت ذا تايم تو ذا ريج، وايضا يحسب لي الوقت المطلوب حتى نوصل الى حاله ستي ستيت، ايضا هذا ستي ستيت كونسنتريشن، هذا مصطلح جديد هسه نتعرف عليه. هذا انا قرات لكم اياه القانون الهيلث لايف شلون، لا احنا حفظنا على كليرنس. المهم يقول لك ان الهيلث لايف يزيد بواسطه زياده الفوليوم ديستريبيوشن، العلاقه تكون طرديه، ويزيد في حاله نقصان الريت اوف ذا كليرنس، لان راح يكون عن تناسب عكسي. الهيلث لايف هنا راح يؤثر، شو العوامل تؤثر على الهيلث لايف؟ يؤثر كل العوامل تؤثر على الفوليوم ديستريبيوشن وعلى الكليرنس، نفسها راح تاثر على هو العوامل اللي راح تؤثر على ايضا الهيلث لايف مات الدراج. طبعا احنا الفارماكوكاينتكس للدراجات قسمناها على وفق الهيلف لايف مالته الى فيرست اوردر او اسمه الثاني لاينر كاينتكس الحركيه الخطيه، او ايوه قسم تقسيم الثاني اللي هو زيرو اوردر نو لاينر اور ساتوريشن كاينتكس، هذا من نوع الحركيه الغير الخطيه او تكون نوع بها حاله تشبع مشبعه. طبعا الاستيميشن واضحه ان انا الفيرست اوردر اور لاينر كاينتكس إنجلي، هاي العمليات الأربعة راح تتناسب طرديا ويا تركيز الدراج، يعني كل ما زاد تركيز الدراج كل ما هاي المراحل الأربعة الوقت إلها راح يزيد، وكل ما قل راح يقل. هاي at high concentration أو low at low concentration، طبعا هي هاي سأقرأكم إياها بس نحكي كلها. إنجلي إنه ال first order kinetics شنو هو؟ هو plasmal half life which time more. هسه بدي اعرفن شنو هو الفيرست اوردر، من انا اسمع فيرست اوردر شنو معناته؟ معناته هو الوقت الى اي تركيز بلازما، انه الوقت حتى ادراك معين بتركيزه بالبلازما يقل الى النصف 50% راح يقل. يعني مثلا ادراك مثلا انا اعطيت 500 ملي جرام اعطيت تابلت 500 ملي جرام، بعد 6 ساعات هاي ايش قد قلت؟ 500 250، وست ساعات ثانية 125، وست ساعات وتقل هكذا. فهذا الوقت اللي جاي قلبي بشكل ثابت ما جاي يتغير يعني كونستنت، هذا نفسه يعني هو نفس ورا كل ساعات بست ساعات بس راح يقل للنصف، هذا نسميه first order kinetics ونقيسه عن طريق سيمي لوك سكيل، يستعمل للحصول خط مستقيم، ومن عندها راح نشوف شلون نحسب الفيرست اوردر، يعني راح نحسب الهيلف لايف من الفيرست اوردر، يعني الفيرست اوردر الهيلف لايف من يكون بطريقه الفيرست اوردر راح يكون ثابت. هسه منها بتعمل شنو هو الفيرست اوردر، يعني هو الوقت اللي يحتاجه اي دراك حتى يقل الى نصف قيمته الاصليه، هو تقريبا تعريفنا بس تعريف الهيلث لايف. طبعا انه هو يقول لي انه التناسب راح يكون بيناتهم طردي، ويقول لي اغلب الدراجات يعني تصنع هي بشكل في فيرست اوردر، لكن من واحد ياخذ اوفر دوز راح تتحول الى زيرو اوردر. شنو الزيرو اوردر؟ هسه نعرف شنو الزيرو اوردر. الزيرو اوردر او اسم النوع الثاني لون لاينر او اسمه ساتوريشن كانتكس or saturated. Okay. R limited in the number two. هاي إيش يكون؟ يعني بكل وقت معين يقول لي هو الأماونت كونستنت of the drug is
بروست بير يونت تايم، هي كمية ثابتة من الإدراك راح تعالج لكل واحد وقت. يعني إذا أنا انطيت 100 ميلي جرام راح مثلا كل 3 ساعات راح تطلع من 100 ميلي جرام فقط 20، وهاي 100 إذا كل 3 ساعات 20، يعني يحتاج إنش قد 15 ساعة يلا تخلص. مثل يعني مثلا نفرض ننطي مثلا هالتابلت هسه منها بالوقت هذا عالمها مصنع 500 ميلي جرام، اذا 500 وكل 4 ساعات تقل فقط مثلا نفرض 20% او 20 ميلي جرام راح تقل، زين هاي ال 500 ميلي جرام ايش قد يرات لها وقت يلا تخلص. فهاي النسبة ثابتة، نسبة انه تطلعها 20 ميلي جرام مثلا دراج معين مثل البنسلين طلع اذا صار اوفر دوز يتحول الى زيرو اوردر، هو فيرست اوردر، لكن من يصير اوفر دوز راح يتحول الى زيرو اوردر. من راح يصير زيرو اوردر؟ يعني انا مثلا واحد ما اخذ الجرعة مفرطة من البنسلين عفوا اسبرين، فاذا اخذ جرعة اوفر دوز فهذا اذا مثلا هو صاير بجسمه الف وهو كل 4 ساعات يلا يطلع من الجسم هو فقط 20، زين هاي الالف ايش قد يرادي له؟ يعني الانسان يصير ديث وهو بعدها مخلص. في الزيرو اوردر راح تكون هاي الكمية ثابتة. زين بهاي الحالة اذا هو صار اي ديزيز او انطينا دراج اخر ويا هو ما يكون زيرو اوردر، يعني دراج هو زيرو اوردر وجيت انطيت ويا دراج اخر، وهذا الدراج راح يعني يجي ذاك الدراج راح يزيح ويتصل برينال يعني يتصل مثلا مثلا راح الرينال وراح يتصل بالترانسبورتر اللي يحتاجه هذا الدراج ابو زيرو اوردر، هم راح يتأخر أيضا بالزايد، راح يتأثر على العوامل اللي تتأثر على الرينال ترانسبورتر وأيضا على الأنزيم، أنزيمات تصير بالليفر. شنو أنواع الزيرو أوردر؟ الزيرو أوردر طبعا هو مصنعات قليلة منته اللي هو الأسمرين مثل ما قلنا في حالة هاي دوز، وأيضا الفينوتين، الثيوفيلين، والفيروباميل، والفلوكسيتين، الفلاكسيتين. المهم ذني هاي الدراجات مفروض واحد يأخذن واحدين لأن احنا يحتاجون وقت طويل على ما يخلصن، مو يجي واحد يصير وياهن ادراك ثاني يصيرن كومبينيشن ويتاخر يبقى بالجسم ممكن يتحول الى توكسيك. بعد انه فقط ايضا الميثوتكسايد هذا علاج يستعمل علاج الكانسر لكن في نشر، ايضا يكون هو من نوع الابزورشن مالته يكون من نوع ساتوريبل يعني يتاخر ساتوريبل تيشيو ترانسبورتر ان ساتوريبل رينال تيوبل ترانسبورتر، فهذا من الزيرو اوردر ايضا، فايضا راح من يعطيكم يعطي واحده. النون ثيرابيتكس دراج وذ نون لاينر ساتوريشن كانتكس انكلود، ايضا فقط الدراجات هي زيرو اوردر ايضا لا، الكحول هاي المثيل نيدوكسي مثيل ميثامين مو هذا دراج اوف ذا بيوس، هذا عبارة عن نوع المخدرات وهي والكحول ايضا تعتمد زيرو اوردر وهم تحتاج وقت طويل يلا تطلع، من ذلك هي تكون مدمرة الى الليفر. ليش؟ لان هي تعتبر نوع زيرو اوردر، اذا واحد اخذ اوفر دوز منتين راح تحول الى توكسيك ويصير تليف في الكبد. طبعا هذا الجدول يسوي مقارن ما بين الفيرست اوردر والزيرو اوردر، طبعا من ناحية الاسم الفيرست اوردر اسمه الاخر اسمه لاينر كينيتكس، والزيرو اوردر من نوع نون لاينر ساتوريشن دوز ديبند. المهم انه يعني هذا دوز ديبند يعني الحركيه معتمده على الدوز. بعد الديفينيش تعريفه هاي اللي طلع نسبه ثابته لكل واحد وقت، هذا طلع لا كميه ثابته. الزيرو اوردر الهيلث لايف ما راح يكون ثابت واقدر وما يتغير with the changing dose، يعني هو الهيلث لايف ما تكون ثابت مهما اخذ الهيلث، يعني مهما اخذ مثلا الهيلث لايف هسه راح ندرسه طبعا بالسلايدات اللي وراء، انه للفيرست اوردر يخلص بعد 5 هيلث لايف دوز يوصل الى حاجة ستيدي ستيت بعدها 5 هيلث لايف، يعني بعد تقريبا بعد 3 اذا مثلا دراج الهيلث لايف مالته 6 يعني تقريبا بعد 30 ساعة هو يخلص ثابت. بالنسبة إلى إنه زيرو أوردر الهيلث لايف لا ما ممكن يزيد ويا زيادة الدوز، كل ما كان دوز عالي يعني مثلا إذا هو ياخذ 500 وال500 طلع كل وقت معين مثلا 20 ميلي جرام، نفس الهيلث لايف اللي ياخذ أبو الألف نفس الوقت راح يطول اللي ماخذ دوز ألف وأيضا طلع فقط 20، طبعا الوقت مالته راح يزيد. بالنسبة إلى أمثلة عليه الفيرست أوردر
اللي هي الباراستيمول والامبيسين ونانا مثل ايثانول بيناتين تونا اخذنا هواي امثله. بعد ممكن بريدكتبل ممكن احنا الفيرست اوردر كانت يعني اذا انا انطيت دراج 500 ورا 4 ساعات انا اقدر اتوقع انه ايش قد تركيز الدراج وصل بالبلازما. يعني انا انطيت 500 اتوقع بعد 6 ساعات هو وصل 250، ورا 6 ساعات وصل 125. هذا بصير اوردر لا يمكن اني اتوقعه لان هو كمية تختلف انا ما اعرف، ولازم اكون فد وحدة ان هي تي دي ام تكون از نيسيسري. هاي وراها اكزامبلات نون لاينر كاينز، هي ايضا من نسبة النون لاينر كاينز فقط هاي الدراجات تعتبر زيرو اوردر لا، ايضا ممكن تصير بسهولة ويا شخص اللي ياخذ بولي فارمسي ياخذ ادوية متعددة خصوصا ويا كبار السن من ياخذون دراجات ممكن مع الضغط والسكر. يعني هواي دراجات بولي فارمسي ومات القلب ممكن تتحول الى يعني تكون كانت اكسلدرات تكون نون لاينر اللي هي زيرو اوردر. ايضا انه هي سبيشالي اوردر يعني يمتى تصير كل ابو بولي فارمسي يتحول الى يكون كانت اكس مالته تكون زيرو اوردر مات الدراج مالته، لا اذا كان كومبيتيشن يعني اذا مثلا تو دراج يحتاج نفس السايتوكروم او يحتاج نفس الرينال ترانسبورتر واثنينات راح يتنافسن وواحد راح يزيح ويقعد مكان الثاني يتبط بالانزيم او بالترانسبورتر فايضا راح تكون زيرو اوردر. واذا دراج مثل دراج one of these processes enzyme transporter of the مثل دراج راح يثبط عمل دراج اخر، هاي بهاي الحالة تصير نون لاينر بحالة بولي فارمسي. يعني البولي فارمسي تكون من نوع النون لاينر كانتس في حالتين، إذا أكو فتح الكومبيتيشن أكو تنافس ما بين تو دراج يحتاج نفس الإنزيم أو نفس النواقل بالكلية، أو ويا دراج إذا أخذنا تو دراج واحد راح يثبط عمل الآخر يعني واحد يرفع واحد يكبس. الفارماكو كانتكس ريبيتينج دوز شنو معناه of the repeated dose؟ الحالة steady state معناته site of the administration يساوي site of the elimination. يقول لي is reached when the rate يعني مثل امتى نوصل لحالة steady state عندما يكون rate of the elimination يساوي rate of the administration. يعني انه معدل يعني مثلا اذا واحد انطى 500 ملي جرام هي هاي الخمسمية نفس راح تطلع كلها من الجسم يمتى تطلع بعد الـ 5 health life of the drug. وهاي تصير فقط ويا من هاي تصير ويا حالة الـ first order أو zero order. وطبعا هاي الحالة راح تتحقق أنا انطيت أنا دراج بشكل يعني جرعة واحدة دفعة واحدة إذا انطيتها أو قسمتها إلى دوزات. يعني هنا شنو يقصد أسأل أفهمكم شنو يقصد. يعني مثلا انطيت دراج معين ما يعني مثلا هسه هنا انا خليني احكي لكم يوم. يعني هنا هسه بعد الكيسين مثلا انطيت دراج 100 ملي جرام بعد هيلث لايف 6 ساعات مثلا هو الهيلث لايف مالته 6 ساعات بعد 6 ساعات قل الى 50 ورا 6 ساعات ورا قل الى 25 وال 25 راح يبقى يقل الى النصف الى 12.5 وبعد 12.5 راح يبدي يقل يعني 12.5 و12.5 راح تقل الى 6 والستة تقل الى 3 والثلاثة تقل الى 1.5. المنة على ما انه كمية الدراج كلها راح تطلع من الجسم فراح يكون الريت انا المعدل اللي دخلته للجسم هو 500 او 100 ملي جرام يساوي معدل الالمينيشن وهاي المية كلها راح تطلع كلها راح يصير لها الالمينيشن بهاي الحالة ما راح تتكون اسمها ستيدي ستيت. هاي الحين شو راح نسميها سيزن وهاي تتحقق بعد 5 هيلث لايف. يعني اذا قلنا تو الهيلث لايف مالته 6 يعني بعد 30 ساعة الدراج راح يبدي يطلع كله من الجسم. هذا اللي يقصد بيه بحالة ستيدي ستيت بعد 5 هيلث لايف. وهاي امتى يصير ويا دراج يعني هاي بعد 5 هيلث لايف يلا يبدي الدراج ينطي المفعول مالته وهاي تنطبق ويا تنطبق فقط ويا حالة الفيرست اوردر. الزيرو اوردر لا يمكن انه يصير وياها. بعد نقلنا الهيلث لايف مالته راح يختلف وحسب الدوز. الفارماكوكاينتكس بين انا عندي شلون راح احس منها حالة ستيدي ستيت؟ اذا واحد الهيلث لايف مالته ساعتين
يعني بعد كم ساعة يلا يوصل إلى حالة ستيدي ستيت، أضرب ساعتين في 5 هيلث لايف، نحن قلنا بعد 5 هيلث لايف يلا يوصل إلى حالة ستيدي ستيت كونسنتريشن، فأضرب 2 في 5 يطلع 10، يعني بعد 10 ساعات يلا الإدراك يبدي يظهر المفعول مالته. ونفس الشيء إذا الهيلث لايف مالته مثلا 24 ساعة، أضرب 24 ساعة في 5، يعني يحتاج بعد 120 ساعة، بعد 5 أيام يلا يبدأ العلاج المفعول مالته وهكذا. بالنسبة إلى وراء عندنا هاي ستيدي ستيت القانون مالتها، طبعا اكو دراجات الهيلث لايف مالت راح يكون شورت او would not reach ستيدي ستيت، ما راح يوصل الى ستيدي ستيت. ليش؟ لان انا وجاي اكرر اسوي ريبيت للدوز مالته، ممكن ان الهيلث لايف مالته يعني هو يخلص الهيلث لايف مالته قبل لا يوصل الى حاد ستيدي ستيت. ليش؟ لان الهيلث لايف مالته راح يكون قصير، او انه بعض الدراجات راح يكون يور دوز ات انترفال ماش لونجر ذان as a drug is mainly eliminated between those، يعني ممكن ان الدراج اذا انطيته راح يصير له elimination قبل، يعني المسافة انه هالف لايف ما راح يكون قاسي، راح يصير له elimination ما بين الدوزات معته، وما يعني ما يقدر يوصل الى حالة ستيدي ستيت. وبهاي الحالة the aim to reach the therapeutic level in the plasma with the each dose given، طبعا الهدف من عنده احنا لازم نوصل الى التركيز العلاجي المطلوب بالبلازما مع كل دوز. يعني شوف هسه هنا خليني اوضحها اكثر، هنا يعني الدراج اللي يكون هيلث لايف مالته قصير ما يطبق عليه الشرط انه يكون بعده 5 health life، فممكن يخلص الدراج مالته قبل لا يكمل ال 5 health life مالته، يعني ممكن يخلص مثلا عند 3 health life ما يلحق يوصل لحد ال 5، او عنده 2 health life. فهذا السبب يعود ليش؟ لانه هو ال health life مالته بالاصل هو يكون نوع short، يعني مثلا ساعتين. بعض الدراجات يصير او بعض الدراج راح يصير له ميتابوليزم بشكل كامل بالليفر، فما يعني ما لحق يوصل الى 5 هيلث لايف، يعني هو يخلص قبل لا يوصل الى 5 هيلث لايف مالته. بعد بهاي الحاله فمثلا الدراج اذا صار له ميتابوليزم كامل بالليفر، لازم انا بهاي الحاله انطيه عن طريق الاورال، عفوا انطيه عن طريق الاي في، حتى لا يقل الثيرابيوتيك ليفل مالته بالبلازما مع ايتش دوز، اوكي، حتى لا يقل اكثر من 50%، لان ممكن اذا دراجان طينا عن طريق اورا راح يصير للميتابوليزم مالته راح يكون اكثر من 50%. بالنسبة الى هنا عندنا اللودينج دوز، اللودينج دوز sometimes a clinicians want to achieve therapeutic concentration as quickly possible، يعني بعض الاحيان الاطباء يريدون يسرعون مفعول العلاج وما يريدون ننتظر الهالف لايف 5، اي مثلا واحد اذا دراج الهالف لايف مالته 6 ساعات، فانا ما اقدر انتظر ورا 30 ساعه يلا يجي علاج مفعول، مثل ابوي عنده ارثيميا او عنده نوبه قلبيه، احتاج انطي دراج مفعول مالته راح يكون سريع خصوصا في حاله الطوارئ، فانطي اول شيء شنو معناته هاي اللودينج دوز؟ جرعه التحميل، جرعه التحميل يعني اول ما ابدي اقول له اخذ لك حبايتين سوا وبعدين استمر حبايه حبايه، فانا شنو راح بهاي الحاله راح اقلل الهالف لايف بدل ما انتظر 5 ويكون هو الدراج الهيلث لايف مالته، يعني مثلا اكو دراج ورا 10 الهيلث لايف مالته 10، يعني ورا كل 10، يعني انا اذا 10 اضربها بخمسة احتاج 50 ساعة يلا يبدي العلاج مفعوله، فهذا طبعا المريض راح يموت، فاحنا نحتاج ان نسرع. لذلك يعني شافوا ان اللودينج دوز اول شيء يعطي 2 تابلت مثلا وبعدين راح يستمر سينجل تابلت، وحتى انه نسرع المفعول مال الادراك. هاي بالنسبة للدولينج دوز اقيسها عن طريق الفوليوم ديستربيوشن في الستيدي ستيت، اذا واحد عنده فوليوم ديستربيوشن في الستيدي ستيت متوفر اعرف ايش قد راح انطي اللودينج دوز. طبعا هنا شارح لنا انه هو ليش نطي اللودينج دوز، لان اكو هيلث لايف مالته
الكولون واخر شيء ثانك يو.